متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية واللقاء مع انطلاقة الشوط 13 للبكار. المحليات الأصائل من مسافتنا المعتادة 6 كيلومترات هي مسافة الطفح، وهنا انطلاق من شعارات أبناء القبائل التي تتنافس وتنطلق من أجل الفوز والانتصار والناموس المميز في ختامي الوثبة الكبير. بداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط ودستور على المركز الأول، راشد بن سلطان بن سيف المنصوري من يقدم لنا دستور على المركز الأول. ولكن هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع هنا التحديات والمقدمة. المركز الأول من غيرت الآن وانطلقت بديعة، عمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري من يقدم لنا بديعة على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني، ثاني التحديات من انطلقت الآن، مياسة ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يتواجد على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث شعار بن دري القادم وضبيه المنطلقة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هنالك دستور وراشد بن سلطان بن سيف المنصوري من يقدم لنا دستور على المركز الرابع. المركز الخامس، هنا تنطلق اليذابة وزايد بن محمد بن سيف المزروعي على رابع التحديات، أم المركز الخامس هنا، بينما المركز السادس، المركز السادس تقدمت وانطلقت ريمة عبد الله بن محمد بن سرحان الغفلي على سادس المراكز. المركز السابع، نتابع سابع المراكز، هنالك وبرة محمد بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي من يقدم لنا وبرة على المركز الثامن. المركز التاسع، التاسع المراكز تنطلق مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، النصيبة مبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي من يتواجد على المركز التاسع. المركز العاشر، ختام هذه الجولة الشاهنية، سعيد بن راشد بن عصيان المنصوري على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء للعشرة المراكز الاولى التي تتقدم مع دفاعنا الأول وانطلاقنا الأول وندانا الأول لمسيرة هذا الشوط. نعود مع المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط وتحديات المركز الأول وشعار بن دري الضبية على المركز الأول. الضبية على مقدمة الشوط وشعار بن دري يسيطر على المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا هذا الاسم الكبير على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني التحديات بديعة لا زالت متواجدة في دائرة التحدي والصراع، عمر بن أحمد بن محمد بن سهير العامري. المركز الثالث، وصلت اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي من ينطلق على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، من الجانب الأيمن تواجدت هنا النصيبة مبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، الأسماء التي بدأت تقترب وتنطلق هنا، وأول نداء لفريدة سيف بن سعيد الخريباني النعيمي من يقدم لنا في هذه اللحظات فريدة بأدائها وبشكلها المميز تنطلق على مستوى المركز السادس. المركز السابع، سابع المراكز، ريمة عبد الله بن محمد بن سرحان الغفلي على المركز السابع، بينما المركز الثامن من الجانب الايمن شعار الخيلي يتقدم الان، وبرة محمد بن احمد بن مطر بن ماجد الخيلي على المركز الثامن. المركز التاسع، دستور راشد بن سلطان بن سيف المنصوري على المركز التاسع. وعاشر التحديات، مياسة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز العاشر. نعود إلى مقدمة الشوط بعد أن أتممنا النداء الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى شعار بن دري الضبية على المركز الأول، وذياب بن دري الفلاحي على المركز الأول. على مقدمة هذا الشوط، ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا الضبية على المركز الأول. المركز الثاني للذابة،
بقي الدابة قادمة على ثاني التحديات وزايد بن محمد بن سيف المزروعي على المركز الثاني. المركز الثالث تنطلق النصيبة، النصيبة تعلن تواجدها، النصيبة على المركز الثالث مبارك بن راشد بالحباله الاكتبي. المركز الرابع انطلقت فريدة، بدأت تحضر فريدة وتثبت وجودها، سيف بن سعيد الخريباني النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس وصول محبوبة، ومرحبا بك يا محبوبة، محسن بن علي بن محمد الوهيبي يقدم لنا محبوبة، خمسة أسماء، خمسة عمالقة، خمسة شعارات عملاقة، لكن المقدمة وهنا الكوكب، الكوكب الخماسية على مقدمة الشهور بن دري، لا زال على المركز الأول، لا زال على مقدمة الشهور. انطلقت الضبية، ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يسيطر على مدريات وتحديات هذا الشهور، لكن حذاري، حذاري من محبوبة، قادمة محبوبة مع الوهيبي، الوهيبي محسن بن علي بن محمد يقدم لنا محبوبة على المركز الثاني. المركز الثالث اليدابة وزايد بن محمد بن سيف المزروعي على ثالث المراكز. المركز الرابع وصلت الآن وانطلقت العيبة لسيد بخيت بن ناصر بن نوبي العامري يقدم لنا العيبة على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا على أعزاء هنالك دستور وراشد بن سلطان بن سيف المنصوري، ولكن من انطلقت الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وصل الرميثي، انطلق الرميثي، وحذاري من شعار الرميثي، 1200 عن الناموس، 1200 عن خط النهاية وعن المنصة الرئيسية. القيادة مع الوهيبي، الريادة مع الوهيبي على المركز الأول، محسن بن علي بن محمد الوهيبي، محبوبة يا محبوبة، الله يا المذهلة، محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري، الكيلو الأخير دخلنا أجوائه، دخلنا تحدياته، ومياسة قادمة، المذهلة قادمة، ولكن المقدمة مع محبوبة، محبوبة يا محبوبة، انطلقي يا محبوبة، غادري للناموس يا محبوبة، الله الله الله، ينطلق محسن بن علي بن محمد الوهيبي، المركز الثاني راعي الطيرة قادم، قادم العامري، المذهلة مع محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري. المركز الثالث انطلقت هنا الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي بن دري مع المركز الرابع، ولكن محبوبة يا حبها للناموس، انطلقت محبوبة، محبوبة على المركز الأول، ولكن راعي الطيرة، راعي الطيرة له الكلمة، له رأي آخر في هذا الشوط، المذهلة، المذهلة أذهلت المتابعين بهذا الأداء المميز، محمد الغصاب راعي الطيرة العامري، الله يا أهل المصانع الجنوبية، انطلقت المذهلة، المذهلة على المركز الأول، محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري، ولكن محبوبة، محبوبة لا زالت مع المركز الثاني، ولكن الناموس، الناموس مع العامري ومع راعي الطيرة محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري. سلام زاخر سلام على هذا الفوز والانتصار، المذهلة لحظات وصولها إلى خط النهاية، تهانينا، والناموس المركز الثاني. وصلت محبوبة، محسن بن علي بن محمد الوهيبي من وصل مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهنية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الرابع، المركز الرابع ضبية ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاح. المركز الخامس وصلت حدث سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك المذهلة محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري، من انتزع ناموس هذا الشوط، تهانينا وناموس لحظات الوصول. التوقيت 9:23 وجزئي من الثانية، محمد بن غصاب راعي الطيرة العامري، لك التحية ولك السلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9:24 وجزءاً واحداً من الثانية، من وصل مع المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، محسن بن علي الوهيبي من قدم محبوبة مع المركز الثاني. ثالثا 9:27 وجزءا واحدا من الثانية، شعار الرميثي من وصل سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من قدم الشاهنية مع المركز الثالث، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل